حضرات الرفاق والمناصرين، أهلا الأحباء، نشكر مشاركتكم معنا في هذا اللقاء الهاتفي في ذكرى استشهاد المعلم كمال جملاط، والذي نستضيف به حامل الرسالة وحامل الأمانة، من نادى ومنذ تسلمه قيادة الحزب بالقرار الوطني اللبناني المستقل. معكم الرئيس وليد جملاط. مساء الخير أيها الرفاق في كل مكان، مغترب في أمريكا وفي كل مكان. في ذكرى 43 لاغتيال كمال جملاط من قبل النظام السوري على يد مجرمين النظام السوري بال 77، التحية للحزب كمال جملاط الذي واجه التحديات تلو التحديات وصمد في أقصى الظروف. واليوم في هذا التحدي الوجودي للبنان وللبشرية، تحدي غير مسبوق لمواجهة وباء الكورونا، أشكر الرفاق، جميع الرفاق في الداخل في الخارج فيما يقوم به الحزب بأوسع حملة توعي وتعقيم في الجبل والبقاع ورشية وحصوية والإقليم وبعض السجون، طرابلس إن شاء الله قريبا، صيدا يمكن، وفق الإمكانيات التي يملك الحزب. كل إمكانيات بتصرف الحزب وبتصرف هذه الحملة بمواجهة هذا الوباء إلى أن يأتي الفرج ويخترعوا مضاد لمواجهة هذا الوباء. أدوات التعقيم من مرشات وضمادات واستخدام الكلور وغيرها من الأدوية بالتصرف الحزب، بتصرف منظمة الشباب، وكالات الداخلية، الاتحاد النسائي، المرافقين، جمعية نضال من أجل الإنسان التي تقوم بعمل هائل برئاسة ريما صليبة، هي من الجمعيات المرادفة للحزب، الرديفة للحزب عفوا، جمعية فرح مع الدكتور وئام أبو حمدان، كلنا ورشة واحدة ليلا نهارا من أجل هذه المهمة. مهمتنا الدور العبادي، السجون، المخازر، الإدارات الرسمية، المدارس، التوعية بآلاف المناشير من خلال الأنباء، وسأطلب من المفوض الإعلام الرفيق صالح حديفي أن يوزع زودكم بكل المعلومات التفصيلية، لأنه في كل يوم المهمة تكبر والعبء تكبر، لكنني موجود ورفاقي في الحزب من أجل محاولة ردء هذا الخطر. طبعا مع إلى جانب الدولي والمجتمع المدني وكل أصحاب الخير في هذا التحدي. قلت أنه تحدي وجودي لم يسبق له مثيل، لكن هذا هو الحزب الذي أسقط سلميا بشار الخوري، أسقط التذكير. هذا هو الحزب الذي ثار ضد حلف بغداد في 52 للتذكير. هذا هو الحزب الذي أرسى الدولة وساعد في إنشاء الدولة الحديثة مع فؤاد الشاب. هذا هو الحزب الذي ناظر واستشهد إلى جانب الشعب الفلسطيني. هذا هو الحزب الذي أسقط 17 من أيار الاتفاق مع إسرائيل. هذا هو الحزب الذي قدم آلاف الشهداء من أجل عروبة لبنان. هذا هو الحزب الذي واجهت الدخول السوري عام 76 إلى لبنان ودفع الثمن الأكبر وهو اغتيال كمال جملاط. وهذا هو الحزب الذي رفض حرب المخيمات. وهذا هو الحزب الذي حتى في أيام الوصاية عاند وفرض شروطه. وهذا هو الحزب الذي قاد
حركة الاستقلال بعد اغتيال الحريري، وأذكركم بأن دخل النظام السوري على دم تمام جملات، وخرج النظام السوري على دم رفيق الحريري. واليوم وفي أصعب تحدي وجودي مصيري للبشرية وللبنان، أطلب من الله أن يعطيني الصبر، وأن يعطيني الصبر والإيمان والقوة، وأن يرحمنا وهو أرحم الراحمين. هذه بعض المحطات التفكير، لأن الحزب موجود لكل رغم كل الادعاءات والأكاذيب والحقد. الله يسمحهم جماعة كلهم، يعني كلهم الله يسمحهم. ما هو المطلوب؟ هو مطلوب محليا تجهيز مستشفيات حكومية خاصة مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة لمحاربة الوباء في المناطق، كما يقوم به بالعمل الجبار مستشفى رفيق الحريري، وابتدأت هلأ الجامعة الأمريكية الأوتيل ديو وغيرها مستشفيات، وقف كل الرحلات الجوية وضبط الحدود، التضامن والتعاون مع كل الجهات الرسمية والشعبية والأحزاب دون وفوق كل السجالات. السجال السياسي اليوم لا قيمة له إلى جانب الخطر الوجودي. سنفقد أعزاء، سنفقد أقرباء وأصحاب، لكن هذه هي مسيرة الحياة ومسيرة الغد، مسيرة التحدي. هي القدر، علينا أن نقبل بالقدر، لكن علينا أيضا أن نكافح من أجل تخفيف الخسائر. تذكرنا الطبيعة يا رفاق بأن العبث بها وعبث بنا. في النهاية ما يجري اليوم هو هذا العبث الاستهتار في الطبيعة المطلق، التي عندما لا نحترم موازين تلك الطبيعة، نعم تخرج منها الأمراض فاتكة، وبنفس الوقت الفساد العالمي في الاستهلاك وفي هذا الفحش الرأسمالي من أي نوع. ما هو المطلوب؟ مطلوب من المشايخ والحواج ونجحنا أن في مناسبات، أن تكون مناسبات في الفرح أو في الكرم، مناسبات محدودة جدا جدا جدا، وإذا سمحوا لي كما أن المفتي دريان اليوم عبد اللطيف دريان أغلق المساجد في كل لبنان للصلوات، إذا سمحوا للمشايخ نصيحة بأن نمتنع ولو إلى حين من سهرات الجمعة، سهرات الخميس، سهرة الجمعة. هذا وقاية ضرورية جدا مهمة. هذه نوع من الحالة الطوارئ الذاتية. هذه يعني على صعيد الإجراءات المتواضعة لكن الجبارة اللي عم يقوم فيها الحزب في مواجهة هذا الخطر. في مجال آخر، في مجال آخر طبعا هناك علينا أن لا ننسى الأزمة الاقتصادية التي نشأت من 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 3 أشهر في حكومة اليوم. المطلوب منها برنامج إصلاح جدي ابتداء من الكهرباء، وضع ضريبة تصاعدية على أرباح الأفراد في كل المجالات، تخفيف حجم الدولة، حماية الزراعة والصناعة. أذكر بأن لبنان السياحة، لبنان الفنادق، لبنان الخدمات، لبنان الذي كان يسمونه سويسرا الشرق انتهى، مات. لابد من نمط جديد في الانتاج وخطة مركزية. هذه توصياتي أو هذه بعض الأفكار الليلي في هذا اليوم، في هذا اليوم المجيد، يوم استشهاد تمام جملات، لكن في هذا يوم التحدي الذي لا مثيل له، تحدي على المواطن اللبناني وتحدي على البشرية في مواجهة
الوباء. وشكرا. شكرا لك حضرة الرئيس. لو سمحت بعد الأسئلة. نعتذر كمان من جميع الرفاق والأهلنا والناصرين، في عنا أسئلة كثيرة ما بعرف إذا فينا نلحق نسألها كلها، إذا حدا ما طلع سؤاله رجاء ما يزعل. مساء الخير حضرة الرئيس. في سؤال من السيد فريد مكيري بيقول: هل هناك خطط عملية في الجبل لمكافحة كورونا فيروس مع جهود من الدولة اللبنانية، وكيف هو الوضع على الأرض حاليا؟ محمد، ما ذكرته في أول رسالتي أننا نقوم بأكثر جهود في التعقيم من خلال مرشات، من خلال أدوات تعقيم حديثة، من خلال الكلور، من خلال غيرها من الأدوية، في تقريبا في كل الأماكن، في دور العبادة، الترزيم عند في الكنائس، في غيرها من المقرات، في السجون، في المخافر، في المدارس أقفلت الحمد لله. عم نعملها الخطة، والدولة وقلت المطلوب من الدولة تجهيز مستشفيات في المناطق، في المناطق من أجل احتضان أو حجر الحجر الإلزامي للذين سيصابون بهذا المرض الفتاك. سؤال من وسيلة حرب كرامي: يبدو أن لبنان مغيب عن الساحة الدولية والعربية، وفي ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم، يبدو أن وباء السلطة في لبنان أخطر بكثير، وما زالوا يتصرفون كأن شيئا لم يكن، همهم الوحيد السيطرة على كل مفاصل الدولة. برأيك هل يوجد حل قريب في لبنان خاصة وضع المصارف وأموال المودعين؟ كنت واضح بأنه لن أدخل في سجال سياسي، أوكي، لن أدخل في سجال سياسي، فكنت واضح بأن الحل للأزمة المالية يكون في الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وأخيرا يعني مش بلد يقول إجا دول أخر وافق. أوكي لحظة، خليكم معنا رفيق قطر حد. عم نحاول الاتصال مرتين مع الرئيس. سؤال من المهندس مروان كامل أبو حمزة. سؤال الأول بيقول: ماذا نستطيع أن نقدم لكم من مساعدات من أجل محاربة كورونا فيروس؟ والسؤال الثاني: ماذا نستطيع أن نقوم به من مساعدتكم لإخراج لبنان من الوضع الاقتصادي المنهار تحت الحكم العوني الفاشل؟ وفي الذكرى 43 على استشهاد المعلم القائد كمال بيت جنبلاط رحمه الله، هل نستطيع كحزب تحقيق حلمه في بناء وطن لبناني علماني من خلال هذه الثورة الشعبية؟ الله يرحم والده لمروان الشيخ كمال أبو حمزة، كان صديق كبير لكمال جنبلاط. خلينا بالشق الأول وتركوا لي عون وغير عون، قلت لكم ما بدي سجل فيش. بالشك الموضوع الاقتصادي باللبناني، علينا أن نقدم برنامج واضح، على هذه الحكومة أن تقدم برنامج واضح محدد ماذا تريد من الصندوق النقد الدولي، ولا مهرب منه. هذا واحد. اثنين، ماذا أريد منكم؟ صراحة في المرضى السابقة، مش هذا الكلام مش موجه للرفاق أو لبعض الناس، يمكن موجه لبعض الناس، طلبت مثلا طلبت مساعدات عينية لعنوزين وغير عنوزين، طلبت اشي كثيري. اليوم ما رح اطلب شيء، اليوم ما رح استعطي احد. امكانياتي موجودة، وسرح سخرها كلها لخدمة اهلي واهل الجبل
والمواطن اللبناني بقدر ما أمكن ما يمكن، ولا أريد ما تحكون جارح، ولا أريد أن أستعطي دواء هنديا أو غير هندي من أي من أي مكان من أي من أي من المنات. كفيني مزح. إما أن نتحمل البعض المسؤولية الكاملة لمساعدة جماعته وأهله، اللي ما بده يساعد ما يربح نجميلي، ما يربح نجميلي وما بدي منه شيء. الله خليوني ماشي الحال، شو بدي فيه. تكبر لك والله يطول عمرك. سؤال من السيد سليم العياش من بوسطن، هيك عنده سؤالين. السؤال الأول، مع الأسف فيروس كورونا ضرب بعض الدول منها لبنان، هل برأيكم عمل هذه الحكومة ووزارة الصحة مقبول حتى الآن من حيث القيام بالواجبات والإجراءات اللازمة لمكافحة الوباء ولوقاية المواطنين؟ والسؤال الثاني، لماذا الحكومة لم تعلق الرحلات من وإلى البلاد المعروفة بأن الوباء قد طعن ببعض مواطنيها؟ ولما لم تعلن حالة الطوارئ في لبنان؟ تعلن حالة الطوارئ الصحية، والحكومة قامت بالحد الأدنى من واجباتها. جرى بعض التأخير، ما تنسوا يا أخوان التأخير مش بس ما نحطه على ظهر الحكومة اللبنانية. طب هيدي إيطاليا، طب هيدي إيطاليا انتشر فيها الوباء في شمال إيطاليا، فجأة اضطر رئيس وزراء إيطاليا يحط الحجر على كل الإيطاليين. يعني من زدت تهم عشوائي. الوزير الصحة ومدير الصحة وطاقم الصحة والطاقم بالتحديد في مستشفى رفيق الحريري يقومون بكل الواجب، لكن مطلوب توسيع رقعة الخدمات على المستشفيات الخاصة في بيروت وفي الجبل وفي كل مكان وفي كل مكان. في سؤال من سيد عوني الدنف، في زمن الاستفراد بالرأي السياسي والأمني في لبنان من قبل أحزاب مهيمنة ومسلحة، هل تندم على تسليم سلاح الحزب التقدم الاشتراكي وعلى مواجهة تقسيم لبنان آنذاك في زمن الحرب الذي أنتج الطائف؟ أبداً أبداً، أؤمن بالدولة، أؤمن بالدولة من تلك اللحظة، ولست. وإذا كنا حملنا سلاح دفاع عن النفس من 52 إلى 68 إلى السبعينيات إلى حرب الجبل إلى حرب الغاء، موضوع السلاح انسوا. هلأ في سلاح التوعية، سلاح الوعي عفوا، سلاح التضحية، سلاح التضامن مع جميع اللبنانيين ومع جميع البشر في مواجهة أخطر عدو مر على البشرية. سؤال من محمود الحلبي، هل يتجه الحزب نحو الانضمام لثورة 17 تشرين وتبني مطالب الثوار والمشاركة بإسقاط النظام وبناء لبنان جديد؟ وهل هناك إمكانية تشكيل حركة وطنية جديدة تضم حلفاء اليوم من أحزاب وشخصيات من أجل تطبيق البرنامج المرحلي للإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ناضل من أجله المعلم الشهيد كمال جنبلاط؟ قبل ما تطلع ثورة 17 تشرين، هذه كانت مطالب الحزب من أجل لبنان، لا طائفي علماني، قبل ما تطلع 17 تشرين. لكن 17 تشرين قامت بخطوات مهمة وشعارات مهمة، ثم أتت من تريد تغييب دور الحزب الاشتراكي وغير أحزاب وبالاشتراك مع غير أحزاب، ثم أتت حملة تعميم الكره على بعض الشخصيات اللبنانية. فلن أنضم. مع كل حال أسأل، بدي أسأل اليوم 17 تشرين أين هي من محاربة الكورونا؟ هذا واحد. اثنين، الحركة الوطنية من الماضي، ما فينا نرجع للماضي، خلينا نبني مستقبل جديد. هلق التحدي هو وباء الكورونا، فكوني من سجال السياسي إذا بتريدوا. في سؤال من عصام عقل أبو الحسن، What are the preparations that Lebanon is taking to combat the coronavirus pandemic? Are our hospitals prepared to handle testing and treatment of the population? Does the government of Lebanon have necessary equipment or the means to purchase them in order to handle this pandemic? How can we help? The government of Lebanon is preparing himself and is making a huge effort in the hospital of Rafiq al-Hariri. As for our areas, which is not enough, because we need also
the help of private hospitals, and we need also to equip governmental hospitals in the areas like Khabr Shmoun, like Sibleen, like Tripoli, like in the Bekaa. I have not all the names, okay? Like Nabatiyi. We have to do something. First, that's one. And we need if you can and if you want, we need adequate equipment, basically respirators, okay? في سؤال من السيد أريجر سامني، كلنا نعرف أن سبب مصاعب لبنان السياسية والاقتصادية والصحية والإقليمية والدولية هي بسبب حزب الله الإيراني في لبنان، لماذا لا أحد يتكلم عن هذا الموضوع؟ قلت لك إذا بنقاش نفتح سجال مع حزب الله كله ما له معنى. حزب الله بالآخر شريحة، يمثل شريحة من اللبنانيين، صحيح بتوجيهات إيران، لكن في النهاية في شريحة من اللبنانيين ولاء لحزب الله. ثم حزب الله فكرك يعني هو يعني معصوم عن مش معصوم، يعني هو محمي من وباء الكورونا. ما كلنا بالهوى سوا، كلنا بالهوى سوا. لذلك مش وقت السجال السياسي حول الماضي، وقت التضامن، أوسع تضامن مع حزب الله، مع الكتائب، مع القوات، مع المستقبل، مع كل الأحزاب بدون استثناء. كان تضامن إنساني فوق السياسة إذا ممكن، بدون حكي سياسي إذا بتريده. سؤال من سيد عارف حسن، حضرت الرئيس، هل تعتقد أنه بالإمكان تطهير القضاء والغاء المحاكم العسكرية وحصر المحاكمات بالمحاكم المدنية؟ هذا أحد المطالب القديمة، أحد المطالب القديمة، إن شاء الله نقدر نحققها. نعم. سؤال من السيد وليد حسن من الصيني، هل يمكن تعديل أو اقتراح بند في الدستور يتعلق حول تقصير ولاية رئاسة الجمهورية من 6 سنوات إلى 4 سنوات كالمجلس النيابي، حيث يذهب هو وحاشيته في آن واحد والمجلس المنتخب يأتي برئيس جديد للبلاد كي لا يفسد نواب المجلس الجديد؟ مش عم بفهم يعني وحيدكم، يعني والله الأسئلة وجيهة، وأنا على كل حال مش مستعد أدخل بمطالبة بإقالة الرئيس. ما شغلتي ما بالوقت الحاضر، ما شغلتي هلا الوباء بهذه الذكرى اللي واجهنا فيها تحديات وانتصبنا في الماضي. إن شاء الله نقدر مع المجتمع الدولي، مع الدول التي ناضلت من أجل محاربة الوباء، مع المختبرات العالمية، إن شاء الله الإنسانية تطلع علينا مجددا، إن شاء الله العلم يطلع علينا مجددا من أجل وقف هذا السقوط إلى الهاوية. اللي عم تطرحوه يا رفاق ما تلغزوني هلا، مش أولويات. سؤال من سيد عمر حميدي، there's a rumor that the Lebanese central bank will be devaluing all depository accounts over a certain specified value by anywhere from 20% to 70% to even 100% through a haircut. Reuters and Bloomberg indicated this haircut will only affect debt but not deposits. What is really happening? Are we at the risk of losing our deposits in Lebanon? على كل حال in any case, if it is necessary to have a well-studied haircut with capital control, okay, by a well-studied law, there is no escape. There is no escape, okay? As what has happened at one time in Greece and in Cyprus, okay? But this needs advice and help from the IMF, all right? Don't ask more technical details. I'm not an expert in economy. في سؤال من السيد أحمد الزهيري، أسعد الزهيري من تورونتو كندا، تقدر جهودك ومساعيك الخيرة والإنسانية وما تقوم به بالوقوف إلى جانب أهلنا في لبنان وما قدمته وتقدمه، وخاصة في الآونة الصعبة والأوقات الصعبة من مساعدات عجزت الدولة عن تقديمها. واجبتي، هذه واجبتي، غيره.
ما هي الوسيلة الأنسب والمفضلة وعبر من ستكون المساعدات؟ أي مساعدات؟ اللي عم بيسأل إذا شو فينا نعمل باقتراب نقدم مساعدات. طلبت مرة الماضي ولم يلقى ندائي إلى أي صدى إلا بعض الناس يعني هيك ربحونا جميل شوي واخترعوا لي إنه بدون يجيبوا دواء من الهند أو دواء من وين. ما راح تبشي، خلي كل مواطن على طريقته يقوم بواجباته ويحدد مين بده يساعده. أنا بساعد المؤسسات الرسمية والواجبات الثانية اللي بيعمل خير ما بحكي عنه. سؤال من السيد سليم عابد، هل أصبح لبنان في محور الفقر والجهل حتى سقوط؟ أوكي شو؟ ما بشك. أوكي سؤال. نفسي مكرر السؤال. مكرر. سؤال من سامي جي مصري. I'm concerned about food and medical supplies for the Lebanese people. Is there a shortage and what steps are being done to ensure the health of all our citizens? Up till now, the medical supplies are being assured. I mean, and there is a special clause done by the central bank, by Riyad Salami, who is providing facilities for importing medical supplies. And this should also, at the same time, enhance later on the Lebanese entrepreneur to provide more facilities to produce medical supplies and medical equipment. We have, but we don't have enough. We should be one day like Jordan or Turkey. These are countries that have reached a high level of production. Of course, some basic, very very specified units still needed from the States or from somewhere else. This is why I have emphasized the need of respirators. في سؤال من السيد نديم أبو الحسن، أنت أول من قرأ خطر كورونا وتداعياته على لبنان، ما هي قراءتك للوضع في المستقبل القريب في الأشهر المقبلة؟ ما عندي قراءة يا عم. ما عندي قراءة. مش أول من قرأ. شفنا كيف صدر هذا، يعني بلشت بالصين، وثم قرأنا نظريات المؤامرة وغير المؤامرة التي لا أصدقها. إنه مرض عالمي. آتي من ماذا؟ آتي من سوء التغذية، آتي من اللعب بالطقس، آتي من التلوث بالطقس، آتي من المستحضرات جديدة يعني بالاستهلاكية تدمر المناعة، مناعة الجسم. آتي من عدة أمور يعني لذلك يعني التوعية مهمة. وحتى عندكم في أمريكا يعني شو يعني ترامب الذي كان يتجاهل وجود الكورونا سكر كل الاتصال مع العالم من أجل الكورونا. ترامب الذي هو حارب الصين اسمح لي، نجحت الصين بهذه القيادة، بهذا الحزب الواعي المنظم، ونجح الشعب الصيني إلى حد ما أشد بكثير من ترامب الذي دمر ميديكير تبع أوباما. سؤال من سيد نبيل بطار، تحية التقدير لمواقفكم وأعمالكم الوطنية والأهلية المسؤولة، هل من علاقة مباشرة مع الصين وتباصل خبراتي تقني وتجهيزي لمكافحة الكورونا؟ هذا بده يصير بين دولة ودولة. وأعتقد الصين قدمت عم تقدم صناعة خدماتها أو مساعدتها لإيطاليا اليوم المنكوبة، كل إيطاليا منكوبة. بتمنى على الدولة اللبنانية أن تتصل بالجمهورية الصينية ونشوف إذا عند الصين إمكانية لتقديم خبراتها. وبعتقد عندها. في سؤال من السيد نضال خطار من الرياض، هل من الممكن الاستفادة من التجربة الصينية بمحاربة الوباء، وهل هناك من تواصل مع الحكومة الصينية لاستشارات؟ هذا الجواب هلا، ما هذا الجواب هذا تكرار، ما هذا الجواب هلا استشارات.
السيد طلال عبد الخالق بيقول: نشكر جهودكم الجبارة على أسعدة عدة فيها، منها حملة الحزب التوعية من الكورونا وحملة الرفيق تيمور للوقاية من هذا المرض، ومساعداتكم للمستشفيات والمستوصفات، وهذا العبء الكبير الذي لا يحمله أحد غيرك. لكن نسألك عشية ذكرى 16 أذار. عن شو؟ متى سوف نحقق حلم المعلم بتحقيق وإقرار برنامج يا أخي في تحدي أكبر هلأ، لما المعلم عمل كل جهده واستشهد من أجل لبنان حديث، من أجل لبنان ديمقراطي، من أجل لبنان علماني. طيب هلأ خلي اللي إجوا بعد منا بعد المعلم، واللي بالأمس ب 17 تشرين حطونا كلنا بفرد السلي ونادوا عنا أننا سراكين حرامية. طيب يتفضلوا يا لبنان الجديد، هذا تحدي أهل وسهل فيهم، لكن احنا نؤمن بالتداول وبالتجديد، أهل وسهل فيهم. نحن على مهمتنا حصرتها محصورة، وبحيي ألف مرة الحزب وكل رفاقي في الحزب وكل المجتمع المدني وكل الرؤساء البلديات والجميع الذين يشاركونني في هذا الهم الوجودي. في سؤال من دكتور سامر السوقي، أو بيقول: to make distribution operation easier, can there be some coordination to make distribution operations easier, can there be some coordination done between all Druze organizations servicing the poor Druze families? I don't know, it's up to you. I mean, I'm dealing with ADS, American Druze Society, IDF, etc. It's up to you to coordinate. I'm sorry. It's up to you to coordinate and leave aside some stupid, trivial comments, okay? It's up to me. He meant in Lebanon, Abdul Rais. In Lebanon, مع جمعية الطالبة الدرزية، مع البيت اليتيم الدرزي، مع مستشفى عين وزين، مع العرفان، مدرسة العرفان، مع مستشفى علي الأبطال شو اسمه الإيمان، بدنا نعمل جهدنا لتطوير المستشفى الوطني، مع مستشفى فاروقة، مع مستشفى شويفات، مع كل الجمعيات. انا جاهز لتعاون وعبتعاون. اوكي، يمكن نسيت بعض منه، ما تبخزوني هلا، الذاكرة بتخون. مع رابطة العمل الاجتماعي، مع المجلس المذهبي الدرزي الذي يقوم بجهد جبار، عم بعمل جهدي. في سؤال من سيد كمال الغصيني، كمال الغصيني: Can we receive a bank account in Lebanon where we can send funds to support the corona efforts in our areas, either through PSP or Ayn Hussein Hospital, whatever is needed? Well, you have to ask Adel. I don't want to mingle as PSP. I'm sorry, I'm doing my best. Ask Ayn Hussein, they should have a bank account, of course. Dr. Nidar Ridwan asks, is there a long-range plan by the PSP to financially support our families in the mountains if the situation deteriorates more, especially now with the spread of the coronavirus, and what can we do to help? I'm doing my best nowadays, okay, and I'm on my own, okay. It's up to you now to help the people of the mountain. I'm doing my best, okay, and I'm not going to disclose what I'm doing because it's when you do your best and you have to do, when you contribute to your own people, you've got to do it silently. Okay, so please, now it's your turn. To Elmer Sayyid Basil Jurdi, I want to thank you for taking the time to meet with us today. Sorry? I want to thank you for taking the time to meet with us today. As of March 13, there were 79 confirmed cases of coronavirus in Lebanon. However, the numbers are expected to be much higher, and we will all worry for our loved ones. Which brings me to my question. Is there any effort that you are aware of to increase the number of testing for the virus in the country?
I don't have a precise idea. I'm sorry. You should ask the Ministry of Health. I think they should have. Of course, I mean, the true numbers, I mean, the true numbers, official numbers are not known. Even in Italy, they thought it was localized in the north of Italy. Then they discovered that, well, it was spreading everywhere. Even advanced countries cannot have precise numbers, okay? So here in Lebanon, we rely on the Ministry of Health. The minister is good, and the Director General with Amar is excellent. And let's hope that we can cope for this big challenge. Okay, حضرت الرئيس، نحن نشكرك كثير على اعطائنا وقتك بهذه المناسبة، ونشكر صبرك وجوابك على كل الأسئلة. حضرات الرفاق، ما في شيء سؤال بس بعرفوني عن السياسة عن السجلات، في كثير أسئلة بس كلها مكررة نفسها على الكورونا وعن السياسة. بس بحب أوضح للجميع المشاركين انه في جمعيه بامريكا لبنيس فور لبنان، وفي دوس فاونديشن والاي دي اس عم بياخذوا مساعدات لنبعثها للبنان، وبكندا في بعض الجمعيات، وبكل الدول بالتعاون مع المجلس المذهبي. الرجاء اللي بحب يساعد يتواصل ببلده مع المجموعات كلها او الجمعيات كلها للمساعده، ونحن عندنا طريقه معينه نحولها للبنان، وفرش ماني دائما بيستفيدوا منها بلبنان. شكرا للجميع لمشاركتهم معنا، شكرا لك حضره الرئيس. والله يحميكم بلبنان ويحمي الجميع.